السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. للمرة الثانية على التوالي النقد الدولي يرفع توقعاته لأفاق الاقتصاد السعودي ليصبح الثاني عالميا لعام 2025. تشاهدون أيضا في هذه النشرة، لحفظ الأصول الثقافية وزير الثقافة يعلن إتاحة التأمين على الأعمال الفنية والمباني التاريخية. حياكم الله. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن الرسي خلال استقباله سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبد الرحمن الخليفة. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيره وزير خارجية الجبل الأسود فيليب إيفانوفيتش التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاج الحبيب المستجدات في المنطقة وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. كما ناقش وزير الخارجية هاتفيا مع نظيره الإسباني خوزيه مانويل ألباريس المستجدات في المنطقة وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. ضبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء كمية من حبوب الكبتاجون تجاوزت 1,000,000 حبة عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء. وأوضحت الهيئة أن الكميات المضبوطة مخبأة في إرسالية فلفل وجوافة محمولة على إحدى الشاحنات. وأفادت الهيئة القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. أرباب التهريب يغيرون بأشكال وطرق تهريبهم محاولة إذا أبناءنا بمثل هذه السموم ومحاربة أبناءنا وأيضا محاولة القضاء على مقدرات هذا الوطن، ولكن لله الحمد جميع منافذنا الجمركية سواء البرية والبحرية على استعداد وجاهزية تامة. لدينا تقنيات أمنية حديثة نحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة أيدها الله، أيضا لدينا كوادر بشرية ذات خبرة واسعة في مثل هذه المحاولات، أيضا لدينا وسائل حية مدربة. كذلك من الوسائل المهمة التي تساعدنا على إحباط محاولة التهريب أيضا التعاون الدائم مع شركائنا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات. كل هذه الأمور لله الحمد تعطينا القدرة وفي حماية مجتمعنا وتعزيز أمنه والوقوف بالمرصاد لأرباب التهريب مهما تعددت محاولات وطرق تهريبهم. لاحظنا في هذه المحاولة من خلال سلية فلفل جوافة في حالات سابقة
استخدموا مواد غذائية، أيضا استخدموا ألعاب أطفال، ولكن لله الحمد أبطال هيئة على يقظة تامة دائما لأرباب التهريب. أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد بتهمة التحرش بامرأة، وأصدرت النيابة العامة أمرا بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية، وبناء على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 150,000 ريال سعودي. وأكدت النيابة العامة حرصها وحزمها على حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة. بدأ اليوم سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بإعفاء يقدر ب50% من قيمة المخالفات، وكانت الداخلية قد أعلنت منذ أيام قرار تخفيض المخالفات إنفاذا لتوجيهات القيادة، موضحة أن الاستفادة من التخفيض بالإعفاء المقدر بنسبة 50% من قيمة الغرامات تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المتراكمة عليه خلال 6 أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسدادها دفعة واحدة أو أن يقوم بسداد كل مخالفة على حدة. قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة يدخل حيز التنفيذ، والذي يشمل تخفيضاً بنسبة 50% على قيمة المخالفات الأساسية، بادرة تشمل العدد الأكبر من المخالفات. إلا أن هناك مخالفات مستثنى من هذا القرار، كالمخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة مثل التفحيط والقيادة تحت تأثير المخدر أو تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتر. أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة المخالفات المسجلة على مرتكبيها اعتبارا من تاريخ 9 من شهر شوال 1445 الموافق 18 من شهر أبريل 2024. مواطنو دول الخليج والمقيمين في المملكة ومواطنيها جميعهم يشملهم قرار تخفيض المخالفات. كما أكدت إدارة المرور أن تخفيض المخالفات لا يتطلب التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار إدارة المرور. قرار تخفيض المخالفات ينتهي بتاريخ 18 من شهر أكتوبر لعام 2024، حيث يعتبر هذا القرار بادرة غير مستغربة من القيادة الرشيدة لتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين المتضررين من المخالفات المرورية. يبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 21 من شهر أبريل الجاري تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق المملكة فيما يتعلق بأنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي. وتتضمن المخالفات التي سيتم رصدها تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تشغيل حافلة تجاوزت العمر التشغيلي المحدد. زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته الإيجابية الصادرة لأداء الاقتصاد في المملكة ليقوم برفع معدل النمو للعام 2025 للمرة الثانية على التوالي، وقد رفع خبراء الصندوق من توقعاتهم في شهر أبريل الجاري من العام الحالي لمعدل النمو الاقتصاد المملكة لعام 2025 من 5.5% إلى 6%، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع له أن يحققه لعام 2025. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الربيعة. أهلا بك دكتور. إذن توقعات بارتفاع معدل النمو ليصل إلى 6% في العام القادم 2025 للميلاد بناء على تقارير أصدرها صندوق النقد الدولي، ماذا تشكل هذه التوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي؟
بداية مساء الخير لك أخي وللأخوة المشاهدين والمشاهدات، ونفرح أن القنوات السعودية تزف لنا كل يوم إنجاز اقتصادي وبعده إنجاز اقتصادي، والنمو الحمد لله في بلدنا المملكة العربية السعودية مستمر ولله الحمد. ما أصدره صندوق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو المؤسسات المالية العالمية على اختلافها حول نمو الاقتصاد السعودي وقوة الاقتصاد السعودي علامات واضحة ومبشرة بالخير. طبعا عندما يكون نمو 6% ونرى العالم اقتصاديا يعاني من التضخم ومن الركود الاقتصادي، هذا يدلل على قوة الموجودات المالية والاحتياطية للمملكة العربية السعودية. رؤية 2030 الحقيقة ركزت على تنوع الدخل، فبالتالي ما أصبح الدخل يعتمد على البترول فقط، ونسبة مشاركة الإيرادات الغير بترولية في ميزانية الدولة ارتفعت بنسبة كبيرة جدا، فبالتالي هذا انعكس على استقرار الاقتصاد، لأنه من أول كنا إذا ارتفع البترول انبسطنا ونسينا المشاريع ومشت وكذا، وإذا هبط البترول أخذنا من الاحتياطي وعانينا من نعم، وبالتالي يتأثر الاقتصاد بناء على أسعار البترول. لكن دكتور عبد الرحمن، يعني عادة ما هي المعايير التي بناء عليها تصدر مثل هذه التوقعات، ومن ناحية أخرى ما هي العوامل التي جعلت خبراء الصندوق الدولي ينظرون لاقتصاد المملكة بهذه الإيجابية المتوالية؟ الآن يحقق الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع أن يحققه لعام 2025. العوامل اللي تدعو إلى وجود استقرار اقتصادي وقوة هذا الاقتصاد عديدة. الأول منها اللي ذكرته أنك ما معتمد على سلعة واحدة، هبطت عانيتها، فبالتالي تنوع الاقتصاد السعودي. ثاني شيء الرؤية الطموحة اللي وضعت وتحقيق الكثير من بنود هذه الرؤية قبل حلول موعدها، هذا دليل على أنه هناك جدية في تطبيق هذه الرؤية وإيجابية وتحقيقها. ثالث وجود احتياطي قوي عندك، رصيدك بالبنك قوي، طبعا الحكومة لها صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات الدولية. الشيء الرابع وجود السيولة، السيولة متوفرة بالبلد، فلذلك طبعا ناهيك عن الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وهذه كلها تأثر على الاقتصاد ما في شك، رأس المال جبان. فهذه العوامل مجتمعة أدت إلى نمو النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، والنظرة السنوية إنه نظرة مستقرة للاقتصاد السعودي، فبالتالي انعكست على هذا التقييم. نعم. الذي طرح جميل ل2025. أشكرك الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الربيع، شكرا جزيلا لك. كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان في حسابه على منصة إكس عن خطوة وصفها بالهامة لحماية الأصول الثقافية، وأعلن الوزير عن أن ملاك الأعمال الفنية والمباني التاريخية سيتمكنون أخيرا من التأمين عليها في شراكة بين وزارة الثقافة وهيئة التأمين في المملكة. وقدم وزير الثقافة شكره لوزير المالية محمد الجدعان ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد العزيز البوق، كما شكر بن فرحان البنك المركزي السعودي لدوره في هذه الخطوة التي تعد تطورا مهما لحفظ الأعمال الفنية والمباني التاريخية في المملكة.
أعلن برنامج جدة التاريخي عن نتائج التنقيبات الأثرية في جدة التاريخية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الآثار، إذ كشفت أحدث التقنيات الأثرية عن بقايا خندق دفاعي وسور تحصين كان يطوق المدينة فيما مضى، حيث يقع في الجزء الشمالي من جدة التاريخية شرقي ميدان الكدوة وبالقرب من ميدان البيعة، ويعود تاريخهما إلى عدة قرون. تحتفي المملكة باليوم العالمي للتراث في مرحلة ثقافية مهمة وبتحولات نوعية حققتها منذ إطلاقها لاستراتيجيتها الوطنية للثقافة، فضلا عن صون التراث المادي وغير المادي ضمن أجندة العمل، حيث تتمتع المملكة بسبعة مواقع في لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. نظم المعهد الملكي للفنون التقليدية فعالية ورث الفن في الرياض التي يشارك بها حرفيون مبدعون في مجال الفن التراثي. نتابع التقرير التالي. هنا في هذه الزاوية من فعالية ورث الفن تشارك أم ركان بهوايتها المحببة منذ 55 عاما وهي السدو في الفعالية التي ينظمها المعهد الملكي للفنون التقليدية. أنا لي في الحرفة 55 سنة ولازلت أعطي ولازلت مواصلة. طبعا السد وراثة، بس إني ما وقفت وقعدت وقلت لا والله بقعد أحط يدي على خدي ولا بحط يديني، ما لقيت أحد يدعمنا، ما لقيت أحد، لا صرنا نبحث حنا. تأتي هذه الفعالية كمنصة للاحتفاء بالفنون التقليدية السعودية وللاستكشاف العميق لعالم الإبداع والفن. تتضمن الفعالية سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وتعزيز فهمهم للتراث الفني السعودي. سعود بن بجاد، الرياض. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الحج تعلن بأن 23 من مايو المقبل آخر موعد لدخول حامل تأشيرة العمرة إلى المملكة. حياكم الله من جديد. نبهت وزارة الحج والعمرة إلى أن تأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة تبلغ مدتها 3 أشهر وتبدأ من تاريخ الدخول إلى المملكة على أن تنتهي بحد أقصى في 29 من ذي القعدة. وشددت الوزارة على أن آخر موعد لدخول حامل تأشيرة العمرة هذا العام هو تاريخ 15 من ذي القعدة، وأن آخر موعد للبقاء لحامل تأشيرة العمرة هو 29 من الشهر ذاته. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يوما، كما لا يمكن تحويلها إلى تأشيرة أخرى. أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 37,000 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي في إطار دعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات. وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات وقطاع الأفراد، الذي يشمل المزارعين والصيادين وذوي الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين. أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى التي أنجزت بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة بلغ أكثر من 42,000 دعوة، عقد لها ما يقارب من 67,000 جلسة قضائية رقمية، وذلك خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري. وشملت إحصائية ديوان المظالم أعمال القضاء الإداري بالمملكة خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، مشيرة إلى أن منصة معين الرقمية تلقت وقيدت خلال نفس الربع أكثر من 41,000 طلب ودعوة.
أصدرت هيئة الطيران المدني تقريرها للربع الأول لعام 2024 الذي تضمن إصدار اللجنة 185 مخالفة شملت فرض غرامات مالية تجاوزت 5,300,000 ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية. وأظهر التقرير إصدار 111 مخالفة بحق الناقلات الجوية، وذلك لعدم تقيدها بشأن نظام تسجيل المسافرين المسبق، و31 مخالفة لبعض الناقلات الجوية لمخالفتها اللائحة. نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 12,000 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام 2024، واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وشملت الزيارات أنشطة المطاعم مع الخدمة والمقاولات العامة والبناء وغيرها. وتم خلالها تم ضبط 248 حالة اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات بحقهم في حال ثبوت المخالفات. وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5,000,000 ريال. كشف نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي عن مشروع تطويري شامل لعمل اللجان الوطنية يتضمن عدة محاور، أهمها رفع عددها من 39 لجنة إلى 70 لجنة وطنية. الحقيقة القطاع الخاص اليوم مطالب بتسريع آلية وطريقة عمله بالمملكة، ليس فقط بسبب طبيعة الأعمال التجارية، وإنما نحاول جاهدين مواكبة رؤية المملكة 2030 التي جعلت القطاع الحكومي يتفوق ويسبق القطاع الخاص بعكس ما كان عليه في السابق. ومن هذا المنطلق عملنا في اتحاد الغرف السعودية على توسعة عمل اللجان لتشمل أغلب القطاعات التجارية سواء القديمة أو تلك التي استحدثت بعد رؤية المملكة 2030، حيث قمنا برفع عدد اللجان إلى 70 لجنة وطنية، وأعلنا تشكيل جزء كبير منها مثل اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بالقطاع الصناعات العسكرية وتحت مظلة القطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف السعودية. تختتم اليوم فعاليات المهرجان السينمائي الخليجي في نسخته الرابعة بالرياض بتنظيم هيئة الأفلام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تنافس على الجوائز عدد من صناع الأفلام المشاركين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بعدد يصل إلى 29 فيلما، وسيتم تكريم الفائزين بجوائز ضمن الحفل الختامي للمهرجان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل سليمان الجبر. أهلا بك سليمان، أطلعنا على تفاصيل الخطوة الأخيرة من هذا المهرجان والذي شهد تنافس من المختصين في هذا المجال. نعم زميلي هلا، أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي أخبار السعودية في كل مكان. بالفعل قبل قليل انتهينا من مهرجان السينما الخليجي وقيم حفل الاختتام والتي تقيمه هيئة الأفلام بوزارة الثقافة. طبعا 9 جوائز تنافس عليها أكثر من 29 عملا سينمائيا. 9 جوائز حصد فيلم هجان على 3 جوائز، وسوف أذكر الجوائز بشكل سريع. أفضل فيلم طويل حصل عليها فيلم هجان، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم قصير حصل عليها فيلم غيوم من سلطنة عمان، وجائزة أفضل فيلم وثائقي فيلم سباحة 62 من دولة الإمارات، وجائزة أفضل سيناريو لزياد الحسيني من الكويت عن فيلم شياب هني، وجائزة أفضل تصوير حصل عليها جيري فاس بنتر بفيلم هجان، وجائزة أفضل إخراج أيضا حصل عليها زياد الحسيني، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصيلة
حصل عليها خالد الكمار من مؤلف موسيقي وهو من فيلم حوجن، وجائزة أفضل ممثل حصل عليها عمر العطوي من فيلم هجان، وجائزة أفضل ممثلة حصلت عليها مريم زمام من فيلم ماي ورد. طبعا سوف نتحدث أكثر عن هذه الجوائز بوجود زياد الحسيني وهو الحاصل على جائزتين من هذا المهرجان. أولا رحب بك عبر أخبار السعودية زياد، نقول لك ألف مبروك حصولك على هذه الجائزتين. كل الشكر لكم والتقدير على الترتيب الجميل هذا والاستضافة الكريمة بمهرجان سينمائي الخليجي وهيئة الأفلام والمملكة العربية السعودية. جائزتين من أصل 9 قوية تؤكد نجاح العمل، حدثني عن العمل بالإضافة إلى الجائزتين، ماذا تعني لنفس العمل؟ الفيلم شابني هني هو فيلم كويتي من إنتاج كويتي سعودي مشترك. الفيلم يعتبر من جانر الأكشن والكوميدي والدراما. الفيلم أخذ منه وقت طويل صعب جدا، والحمد لله كان له نصيب الفوز بجائزة الجمهور في مهرجان البحر الأحمر، والآن الجائزتين للحكام، فشيء مشرف. سؤال الأخير، العودة مهرجان السينما من هنا من العاصمة الرياض بعد انقطاع 6 سنوات، ايش تعني لكم انتم كسينمائيين وصانعين المحتوى السينمائي؟ شيء محفز وجميل ان رجوع السينما بالقوة هذه والمهرجان هذا انطلاقته من الرياض، والشعور بالسعادة ان في جوانب سينمائية مختلفة من دول مختلفة كلها في الرياض. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. نعم زميلي هلال، كان حديث زياد الحسيني وهو مخرج وكاتب كويتي وحصل على جائزتين في مهرجان السينمائي الخليجي من أصل 9 جوائز. هذا ما لدينا في ختام المهرجان السينمائي الخليجي. أعود إليك الاستديو. شكرا لك زميلي سليمان الجبر متحدثا في تغطية عن اختتام فعاليات المهرجان السينمائي هنا في الرياض. شكرا جزيلا لك. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. للمرة الثانية على التوالي النقد الدولي يرفع توقعاته لأفاق الاقتصاد السعودي ليصبح الثاني عالميا لعام 2025. لحفظ الأصول الثقافية وزير الثقافة يعلن إتاحة التأمين على الأعمال الفنية والمباني التاريخية. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.